النهارده تم الاعلان عن بيع مابولولو الى نادي اهلي طرابلس، واكيد كان نفسكم تبقوا على مابولولو، ولكن حسب ما عرفنا كمان الرقم كان مناسب جدا يعني. والله طبعا بنحب طبعا زي ما حضرتك قلت نشكر مابولولو. مابولولو طبعا لعيب كبير، وعلى قد طبعا حزننا ان هو ماشي، على قد برضه ايه يعني النهارده بنتمنى له التوفيق. وطبعا زي ما هو اسعدنا فترات كبيره على مدار ال3 سنين اللي فاتوا، كان بيقدم اداء متميز، تحس انه ابن من ابناء نادي الاتحاد، دايما لعيب ما كنتش تسمع صوته وما عندوش مشاكل. الحمد لله رب العالمين، بقى النهارده الصفقه تمت وخلصت، وكانت باجماع كل اعضاء مجلس الاداره. هايل. ودي من الحاجات برضو دايما اللي بتحسب للمجلس الحالي، انه يعني معظم قراراتنا بتبقى بالاجماع، دايما بيبقى على قلب رجل واحد، وبنتفق على المصلحه العامه للنادي، وخلاص دي سنه الحياه يعني، خلاص التغيير بقى هو سنه الحياه، وحاسس اكيد كده مفيش حاجه بتفضل على حالها يعني. طبعا، وحاسس الاتحاد خد كل حاجه حلوه من مابولولو خلاص يعني، خلصنا مابولولو، خاصه ان مابولولو بعد كاس الامم الافريقيه، مش عارف هتتفق معايا ولا تختلف، بس ما كانش بنفس المستوى اللي كان قبل بطوله كاس الامم الافريقيه، او حتى قبل المستوى اللي بيقدمه مع الاتحاد طول مسيرته. اكيد اكيد، وانت برضو اكيد عارف يعني، اكيد برضو لما اللعيبه الدنيا بتكتر العروض من حواليه اكيد بيتاثر نفسيا، صح. وبيبقى مش الموضوع بالنسبه له، بيبدا يفكر هيروح فين، هياخد كام، الموضوع هيبقى مختلف، فاكيد كل ده عوامل اكيد اثرت في الاخر على المستوى الفني ليه يعني. ولكن الحمد لله رب العالمين برضو قدرنا ان احنا توافق في الوقت المناسب، انه برضو هو يشوف برضو مصلحته، اكيد برضو الامكانيات اللي موجوده في النادي اللي هيروحه، المبلغ اللي هيحصل عليه اكيد مبلغ مغري، واحنا طبعا مش هنقف ضد طموحاته. وفي نفس صح. الوقت الاستفاده اللي حضرتك اتكلمت عليها، خاصه داخلين على موسم جديد، وانت عارف ان الانديه الجماهيريه خاصه نادي الاتحاد الموضوع صعب جدا من ناحيه توفير الامكانيات الماديه مع بدايه موسم، واللعيبه بس بقى عايزه بقيه المساحات. الجمهور دايما متطلب، وجمهور عظيم زي جمهور الاتحاد السكندري هو ما دايما اكيد متطلب، اكيد فهيمشي مابولولو هيفضل كل يوم فوق دماغك ويقول لك انت جبت لي مين مكان لا، مابولولو، واحنا في اللعيبه اجتماعات المميزه. مستمر، احنا في اجتماعات مستمره النهارده، كنا لجنه الكره مجتمعه، الاستاذ محمد نائب احمد عبد المجيد، الاستاذ محمد البحيري، كابتن امام محمدين طبعا، ولي الشرف ان انا بكون معاهم. احنا بقالنا حوالي النهارده اسبوعين في اجتماع دايم، يمكن لو ما بيعديش يوم ما كانش على بنتقابل، بيبقى على الجروب او مكالمات الكونفرنس كول. الحقيقه الاستاذ محمد والكابتن امام بذلين جهد كبير جدا في القصه،